هناك فكرة مميزة الصراحة نفذتها الطالبة ساندي سعد الدين بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف. الفكرة عبارة عن حقيبة حسية بتستخدم كبديل لغرف التكامل الحسي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والتكلفة المادية للحقيبة دي متاحة للجميع. فيها 12 أداة بتعمل على المعالجة السمعية والبصرية والحسية للأطفال ذوي الاحتياجات. ده العنوان العريض لهذا الموضوع. ايه تفاصيله وايه الحاجات اللي بيقدمها جديدة وايه المختلف وازاي بيسهل الامور على ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هنعرفه من الطالبة ساندي سعد الدين اللي موجودة معنا الان على الهواء مباشرة. صباح الخير ساندي، واهلا بيكي على صباح الخير يا مصر. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. في البداية عايزين بس تشرح لنا يعني إيه غرف تكامل حسي اللي بتستخدم لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وإزاي بنستبدلها بالحقيبة الحسية. يعني محتاجين نعرف في بداية الأمر إيه هي الغرفة اللي إحنا بنستغنى عنها عشان نستخدم بدلها الحقيبة الحسية. تمام. غرف تكامل الحسي دي هي غرف أنشئت علشان المعالجة الحسية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم مشاكل حسية، زي أطفال التوحد الـ ADHD اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه، صعوبات التعلم، الإعاقة الذهنية، والأطفال العاديين اللي عندهم مشاكل حسية برضو، المسنين برضو بيحتاجوا تكامل حسي. الغرفة اللي احنا كالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، او احنا بنستقبل معلومات من البيئة حوالينا عن طريق حواسنا. الدماغ بتترجم المعلومات دي علشان تخرج رد الفعل المناسب. فالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بيبقى عندهم خلل في معالجة المعلومات دي نتيجة الخلل في الحواس. فإحنا هنحل الموضوع ده إزاي؟ بإن إحنا بنعمل تحفيز للحواس، إثارة للحواس علشان الحاسة ترجع تشتغل معانا تاني، وبعد كده تقدر تستقبل المعلومات وترجمها بشكل صح وتبدأ تخرج لي رد فعل مناسب للموقف اللي الطفل بيتعرض ليه. تمام؟ طيب اتفضلي. عملت بديل ازاي؟ طبعا الغرف كانت تكلفتها مرتفعة جدا، ونادرا ما بتبقى موجودة بسبب تكلفتها، ممكن تعدي 100,000 و200,000 جنيه. الأداة الواحدة ممكن تبقى ب 8,000 جنيه و10,000 جنيه. تمام. فأنا فكرت طب ليه ما نحلش المشكلة دي ويبقى كل المراكز بتشتغل تكامل الحسي، لأنه هو حقيقي مهم ويعتبر أساس الشغل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني الطفل مش هيقدر ينفذ المهارة طول ما هو مش فاهم. طيب ساندي، في هنا نقطة مهمة جدا. يعني انت اتكلمتي ان الغرف الحسية تكلفتها عالية جدا، ازاي قدرتي ان انت يعني تعملي حقيبة بديلة لهذه الغرف وبسعر بسيط؟ وخليني اعرف منك يعني ممكن كمان سعر الحقيبة يوصل لكام؟ تمام. عملت ازاي؟ نفس الادوات اللي في الغرفة تمام موجودة بالظبط في الحقيبة. دورت انا وزميلي من حاسبات ومعلومات اسمه عبد الرحمن محمد صقر، نزلنا القاهرة وقعدنا ندور في اماكن كتيرة جدا لغاية ما لقينا نفس الادوات اللي في الغرفة دي بشكل مصغر، نقدر ان احنا نحطها في الحقيبة ونستخدمها عادي جدا. يعني سهل انك تطلعيها وتستخدميها مع الطفل وتحطيها في الحقيبه تاني في اي غرفه، في اي بيت، في اي مركز. سعرها ممكن يعني يوصل كمان لكام؟ انت مش مرتبطه بمكان. هي الحقيبه اللي عملتها مشروع تخرج مع زملائي في المشروع اتكلفت 5,000 جنيه، لكن التطوير الجديد ليها لسه مش عارفين، بس مش هتزيد عن 10,000 جنيه. طيب يعني من 100,000 و200,000 جنيه ل 10,000 جنيه طبعا فرق شاسع. طيب يعني من اللي انا فهمته كده وصححي لي برضو، الاشياء او مشتملات هذه الحقيبه، الحاجات اللي موجوده جوه الشنطه دي اللي هي موجوده بشكل او حجم اكبر في الاوضه، هي بتستخدم لتنميه المهارات الحسيه، يعني النظر، السمع، اللمس، الحاجات اللي شبه كده. يعني هي بتخدم شكل من اشكال الاوكيوبيشنال ثيرابي او العلاج الوظيفي بالزبط. عشان تعيدي احياء الحاسه المفقوده عند الطفل لسبب طبي ما، بعيدا عن السبب احنا بنحاول نعمل له علاج وظيفي او اعاده تاهيل. مظبوط كده؟ بالظبط. مظبوط. طيب
الفكره بقى اللي انت عملتيها ان انت قدرتي تجمعي المشتملات دي بحجم اصغر تبقى موجوده في شنطه صغيره تقدر الام مثلا او الدكتور اللي بيعمل جلسه يعمل الجلسه دي في مكان بعيد عن العياده مثلا. مظبوط مثلا مثلا ولا مظبوط عشان بس هنا تختار؟ ايوه مظبوط مظبوط. ايوه مظبوط. طيب الـ الفكره هنا هل يعني الجديد فيها هو تجميعها في هذه الشنطه ولا اختراع بعض من الاجهزه الجديده عشان تكون موجوده بديله للاجهزه اللي بيتم استخدامها في اوقات سابقه؟ هي الاجهزه كده كده ثابته ومعروفه، فهي هي نفس الاجهزه اللي في الغرفه موجوده في الحقيبه، احنا ما اخترعناش ادوات جديده. تمام، هو الابتكار في فكره الحقيبه نفسها، ان ما حدش فكر في انه يحل الازمه دي، فبقى اللي هو ايه، خلاص احنا مش هنعمل غرف تكامل حسي لانها غاليه جدا، نبدا بقى نشتغل تنميه مهارات وحاجات تانية مع الطفل تعويضا للفقد ده، فاحنا لقينا ليها الحل بالحقيبه دي. عظيم جدا. ساندي سعد الدين الطالبة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف، بشكرك شكرا جزيلا ومبارك لك على مشروعك، مشروع التخرج.